السلام عليكم اصدقائي، كيف حالكم متابعين قناة مستر كريبتو؟ عمليات بيع بالجملة على عملة شيبا اينو تتجاوز ال 420 مليار دولار. وكمان عندي اصدقائي عملية اختراق مهمة لشركة مايكرو استراتيجي على تويتر، حيث تعرض المستثمرين والمستخدمين والمتابعين لشركة مايكرو استراتيجي على منصة اكس لسرقة باكثر من 440 الف دولار بسبب الاختراق اللي صار على الشركة. راح اتكلم عن هذا الموضوع، وين تحليل عملة شيبا اينو، وشو هو تحليل البيتكوين، راح اتكلم عليه بهالفيديو. اما بلش فيديو اصدقائي، بتمنى تضغط زر اللايك وتشترك بالقناة، تفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. ولا تنسى تنضم لقناتنا على تليجرام، الرابط موجود اسفل الفيديو والرابط موجود في بانر القناة. خليكم مع نهاية الفيديو تعرفوا اخر اخبار سوق الكريبتو. طبعا اصدقائي، بالامس تكلمت عن البيتكوين في مناطق ال 51950 الى ال 51800، وقلت لكم الان البيتكوين مناسب للدخول بصفقة شورت. بعد هاي الرسالة انخفض البيتكوين الى مناطق ال 50900، وحققنا ربح اكثر من 1000 دولار خلال الهبوط اللي صار. يعني انخفض البيتكوين باكثر من 1000 دولار بعد رسالة التحذير اللي نزلتها على القناة العامة. لهيك تحذيرات ولهيك رسائل مهمة ممكن تنجيك من خسارة على تداول البيتكوين، بتمنى تنضم لقناة التليجرام، الرابط موجود اسفل الفيديو. خلوني كمان استكمل الاخبار. عندي اختراق مهم لشركة مايكرو استراتيجي، حيث تم الاعلان عن عملة جديدة اللي هي عملة MSTR. طبعا تم قام باختراق صفحة مايكرو استراتيجي، اعلن انه هاي العملة احد العملات اللي تحصل عليها مجانا، حيث ان تقوم مجرد ان تقوم برابط محفظتك في منصة تراست وليت على هذا اللينك، راح تحصل مجانا على قطع من هاي العملة. بعد ما تم ربط محفظة العديد من الاشخاص بعد فترة من حذف المنشور والاكتشاف انه هذا المنشور تم نشره من قبل مخترقين، بعد فترة تم سحب اموال الاشخاص اللي قاموا بربط محافظهم مع الرابط اللي كان منتشر مع التغريدة، وبعدها تم سحب جميع اموال المستثمرين الموجودة بمحافظهم. لا تكون ضحية للاختراق، ولا تتداول او تشتري من العملات اللي بيتم نشرها على منصة اكس، مهما كانت الشركة الناشرة او مهما كانت الصفقة او كانت الصفحة موثوقة. كمان اصدقائي، عندي نسخة تداول على منصة اكسنس، راح يتم تفعيله ان شاء الله خلال الساعات القادمة. انضم لقناة التليجرام اذا حاب تدخل صفقات مجانية، انضم لقناة التليجرام، تواصل معي حتى اعطيك لينك وتعمل لي كوبي تريد مجانا، وتحصل على ارباح من الصفقات اللي عم بدخلها انا يوميا. كمان عندي اصدقائي، بيع بمليارات الدولارات ومليارات القطع من عملة شيبا اينو بعد ان قام احد حيتان شبكة الاثيريوم بتصفية محفظته اللي اشتراها في عام 2021 على منصتين. قام ببيع اكثر من 311 مليار دولار من عملة شيبا اينو على منصة باينانس، وباع اكثر من 110 مليار قطعة من عملة شيبا اينو على منصة ديكس، منصة الامريكية المعروفة. منصة ديكس تم بيع اكثر من 110 مليار قطعة من عملة شيبا اينو على هاي المنصة. طبعا هاي عملية البيع ممكن تسبب لي مخاوف كبيرة، وخاصة نحن قريبين من ترند صاعد، ممكن بأي لحظة نكسر هذا الترند إلى الأسفل وسبب لي انخفاض وتشكل قاع جديد على عملة شيبا اينو. حاليا بتشوف على فريم 4 ساعات نحن عم نمشي داخل مثلث. هذا المثلث عندي له طريقين، يا إما اختراق إلى الأعلى وكسر مناطق 0.509.5 ونرتفع مرة تانية لنواجه وحذف أحد الأصفار اللي هي منطقة 0.401.1، يا إما نكسر مناطق 0.509 وننخفض مرة تانية إلى مناطق القيعان القادمة وهي مناطق 0.508. يجب الحذر، تداول الآن خطير جدا على عملة شيبا اينو، لازم نتداول بعد الكسر، يا إما إلى الأعلى بصفقة لونج، يا إما إلى الأسفل بصفقة شورت. لكن من وجهة نظري الشخصية أنه هبوط عملة شيبا اينو هو الأقرب بالوقت الحالي، خاصة بعد تصفيات الحيتان بشكل كبير لمحافظهم وحذف أو التخلص من عملة شيبا اينو الموجودة بمحافظهم خلال الفترة السابقة. طبعا الحوت ما بتخلص من عملة إلا ليتأكد أنه في عندي انخفاض قادم على العملة، وبيع مليارات القطع اللي كان مخزنها من أكثر من 3 أعوام، هذا الشيء ممكن يسبب لي قلق على عملة شيبا اينو. أما بالنسبة للبيتكوين، حاليا عم نمشي داخل كريدور، وطبعا الدعم والمقاومة الوحيدين الخاصة فيني الآن على البيتكوين هو مقاومة 52 ألف دولار ودعم 50500. نحن لحد الآن عم نمشي داخل الكريدور، يا أما إقفال أعلى هاي المنطقة أو أسفل هاي المنطقة. في حال أقفلنا أسفل 50500 فنحن نتوجه تلقائيا لمناطق 48 ألف دولار، لكن في حال أقفلنا أعلى مناطق 52 ألف دولار فأنا متوقع وصولنا إلى مناطق 56 ألف دولار مع بداية الهالفين في عام 2024 في الشهر الرابع. أنا حاليا صفقات المهتم فيها هي صفقة النفط الأمريكي وصفقة الذهب. بالنسبة لليو إس أويل أو النفط الأمريكي، أنا حاليا عن دعمهم على فريم من 4 ساعات، وهدفي هو مناطق القمة التالية عن مناطق
79 دولار لأصل أو لسهم أصل نفط. وعندي كمان ذهب، أنا حاليا داخل في صفقة شورت، وهدفي هو مناطق 2022، في حال فقدنا هاي المناطق هدفي الوصول إلى مناطق 2013 دولار. هنكون وصلنا لملخص وأخبار سريعة اليوم ظهرت على عملة شيبا إينو والبيتكوين، ولازم نعرف وناخذ احتياطاتنا بالوقت الحالي. البيتكوين خطر جدا في صفقات اللونج، الأقرب بالنسبة إلي صفقات الشورت. أكثر من 66% من الصفقات حاليا المعلقة هي صفقات لونج، لأن بتوقع يتم لقوات صفقات اللونج بانخفاض بكسر مناطق 50 ألف دولار. هيك وصلنا لهذا الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال إعجابك. مع السلامة ودمتم بخير.